شيعت دمشق المخرج السوري الراحل حاتم علي بحضور شعب كبير، وقد حضر جنازة صاحب التغريبة الفلسطينية عدد كبير من الفنانين والنجوم السوريين. وكان جثمان الراحل قد وصل مطار دمشق مساء الخميس وانطلق التشييع من مستشفى الشامي. وكان حاتم علي قد توفي إثر نوبة قلبية بالعاصمة المصرية يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 58 سنة، بعد ما ترك إرثاً كبيراً وغنياً من الأعمال الدرامية اللي تركت بصمات كبيرة بعقول ووجدان المشاهد السوري والعربي. وإلى أرواح والدينا ووالديكم نهدي ثواب الفاتحة. اللهم اغفر له وارحمه وسلمه بالقول الثالث، ارحموا على المرحوم بإذن الله تعالى المخرج الأستاذ حاتم علي أبو عمر. وقد شارك الممثل السوري تيم حسن بتشييع ودفن عرابه المخرج السوري الراحل حاتم علي، ومن الواضح أنه تأثر بشكل كبير برحيل حاتم وذرف الكثير من الدموع من شدة حزنه بهاليوم المؤثر. وقد حمل تيم حسن جثمان عرابه إلى مثواه الأخير بدمشق سوريا. كما شاركت الممثلة السورية منى واصف بتشييع جثمان المخرج الكبير حاتم علي بدمشق، وأكدت منى أنها اشتهت الموت بعد ما رأت الحشد الجماهيري لشهده يوم الوداع، وقالت شوفوا الناس لما تحب بدون واسطة، لما بتحترم الإنسان. ولفتت منى بتأثر شديد إلى أن حاتم علي رحل عن هذه الدنيا من دون أي مشاكل، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر أن يتواصل معها لأي عمل بيقوم بإخراجه ليتقرب منا الممثل السوري تيم حسن ويبوسه من راسه. ما بتحترم الإنسان اللي بيعطي، ما في خلافة، ما في خلاف. وقد نشر الإعلامي السوري ماجد العجلاني مجموعة فيديوهات بتوثق يوم الوداع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم،